للمزيد حول هذا الملف ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم. دكتور احمد، اولا بعد التحيه، فيما يتعلق بالحديث عن البناء المخالف، اولا هل لديكم رقم محدد في عدد بالنسبه لعدد الذين تقدموا حتى الان داخل محافظه الفيوم للتصالح، سواء في البناء على الاراضي الزراعيه او على الجانب الاخر البناء المخالف؟ اهلا، بعد ما اعاد التحيه طبعا اهلا بحضرتك فندم. برحب بالساده المشاهدين. في محافظة الفيوم عدد الطلبات المواطنين اللي قدموا للتصالح تخطى ال 36,000 طلب في أنحاء المحافظة كلها، وبمعدل زيادة يومية 1500 تقريبا كل يوم. ساعات طبعا من جملة عدد المخالفات كم دكتور أحمد؟ الفيوم كان لها طبيعة خاصة، لأن في 2013 يعني بعد فض الاعتصام وثورة 30 يونيو حصل يعني تعدي على مبنى المحافظة وحرق كافه مستندات اللي كانت موجوده في المحافظه بما فيها قرارات الازاله لهذه المخالفات. فاحنا اشتغلنا على محورين متوازيين. المحور الاولاني المخالفات المرصوده من هذا التاريخ ولها محاضر تم الانتهاء منها كامله، اللي هم تقريبا 30,000 مخالفه. وعلى الجانب الاخر في المخالفات اللي بيتم عمليه مسح شامل لكافه انحاء المحافظه علشان نقدر نعمل رصد للمخالفات اللي موجوده، ويتم دعوه المواطنين الى التقديم للتصالح. واحنا شايفين اقبال فعلا من المواطنين، خصوصا بعد التسهيلات اللي اعلنها دوله رئيس مجلس الوزراء يوم الاربعاء والنهارده في القليوبيه. دي هتشجع كثير من المواطنين على الدخول تحت مظله هذا القانون، اللي انا شايف ان هو يعني احد الحلول الجذريه لمشكله مزمنه بقالها عشرات السنين. صحيح. ادت بيها للحال اللي احنا فيه دلوقتي. كل ما سهلنا الاجراءات وكنا يعني ايدينا بايدين المواطنين هنقدر نتحرك للامام. تمام. احنا برضو في المحافظه عملنا يعني مبادره طيبه مع البنك الاهلي، نقدر يعني نقدم بيها قروض من خلال الاتاحه الائتمانيه اللي موجوده في البنك الاهلي. تمام. بالاشتراطات البنكيه اللازمه، لو في احد المواطنين محتاج اي دعم مالي او قروض لسداد التصالح. تمام. دكتور احمد، الفيوم من ضمن 23 محافظه يعني اعلنوا عن تخفيض من 10 الى 70% نسبه التخفيض في قيمه التصالح داخل محافظه الفيوم بالنسبه للمدن من جهه، وبالنسبه للريف، الريف اعلن اليوم الدكتور مصطفى مدبولي انها 50 جنيه للمتر الحد الادنى طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الامر. احنا برضو يعني ادرنا الملف ده برضو بصوره مختلفه، لان احنا العالم كله شهد من شهر 3 لغايه دلوقتي ازمه كورونا وتبعاتها الاقتصاديه على كل العالم وعلى كل يعني كدول وكافراد وكمواطنين. فكان ظهر برضو احنا اما ابتدى ملف التصالح يتصارع في تقديم الطلبات، جالنا شكاوى كتير من القرار اللي كان موجود في شهر 12/2019 اللي كان خاص بتسعير سعر المخالفه. عملنا اعاده تسعير كامل، يعني الموضوع مش نسبه محدده، احنا عدنا تسعير مره اخرى. الكره طبعا والنجوع كلها من 50 جنيه. المدن يعني اغلى مكان في المدينه لا يتخطى ال 400 جنيه، يعني فده اغلى وارقى مكان بالنسبه لسعر المتر في المخالفه، سعر المتر في المخالفه في السكني طبعا. تمام. دكتور احمد، يعني عذرا على المقاطعه، لكن يعني نود ان نحصل على اكبر قدر ممكن من المعلومات، المخالفات داخل محافظه الفيوم النسبه الاكبر في المدن ام في الريف داخل محافظه الفيوم؟ لا، متوازنه ما بين الاثنين، طبعا المخالفات موجوده في المدن ما بين مخالفات الترخيص البناء نفسه، يعني يبقى في رخصه بناء قائمه باربع ادوار والمخالف يتغطى بثلاثه او اربع ادوار اضافيه، ده نوع من انواع المخالفات دي. مخالفات افقيه أكثر. مخالفات افقيه. تمام. الريف يبقى في تعدي على الاراضي الزراعيه او بناء على الاراضي الزراعيه. وفي برضه بعض المخالفات الاخرى في الاماكن اللي ليها ظهير صحراوي او في المدن اللي ليها ظهير صحراوي في بناء على اراضي الدوله. فالمخالفات متنوعه، بس اكتر طبعا في المدن اكتر منها في الريف. الريف برضو عدد المخالفات ممكن يبقى كتير في العدد، ولكن المساحه اقل. المخالفات في المدن بتبقى اكبر في المساحه. تمام. طيب الرساله التي يتوجه بها محافظ الفيوم لاهالينا داخل محافظه الفيوم ممن يعني قاموا بالمخالفه ولم يتقدموا حتى الان باجراءات التصالح؟ الدوله عازمه على حل هذا الملف حل جذري. يعني وانا يعني لازم المواطن يبقى عارف ان المستفيد الاول والاخير من هذا القانون هو المواطن نفسه. صحيح. ان ما يتم تحصيله من هذه المخالفات هو
هيعود عليه بالنفع في اعمال البنيه الفوقيه، ستعود اليه في صوره خدمات مره اخرى، خدمات خدمات صحيح. فوقيه وخدمات تحتيه، يعني في فيما يخص مثلا عمل مكاتب بريد، عمل وحدات صحيه، عمل مكاتب خدمات او شبكات مرافق، كل ده مهم. ده جزء. الجزء الثاني ان المواطن اللي بيقنن وضعه حاليا ويتم التصالح على العقار بتاعه، القيمه الاقتصاديه للعقار بتختلف تماما من عقار مخالف الى عقار رسمي وسليم، يعني تبع الاشتراطات القانونيه. تمام. يختلف تماما يعني اقتصاديا، فالعائد الاول والمستفيد هو المواطن يعني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم على كل هذه التوضيحات.